أنا بالنسبة لي كل شيء ولا أجيب طاري إرهاب قدامي، يعني عندي عقدة من موضوع داعش وللمجاميع الإرهابية، ما مستعدين إن نفرط بيه. ما حد عنده بعد قابلية يتهجر من القاعدين، لا بقى فلوس ولا بقى حيل ولا بقى عمر يسوى بعد، ما نقدر بعد. صحيح لو أنا متوهم، فأريد يعني أريد تتكاتفون ويانا وتتكاتفون بيناتكم، وما نسمح هذول الناس يدخلون بيناتنا مرة ثانية أبد. خلونا نشتغل كفريق واحد إحنا.